مظاهرات في جمعة حرية المعتقلين. حقيقة المعتقلين هن الهم الكبير وهن اللي ضحوا، ونحن نسعى إن شاء الله بالتواصل والمظاهرات لحين تحقق أهداف الثورة. طبعا الحرية المعتقلين وحرية سوريا التي هي معتقل كبير، كل من يعيش في حضن العدو الأسدي اليوم معتقل مرتين، معتقل نتيجة وجود العدو الأسدي في سلطة الحكم والعدو الإيراني والروسي الذين يشكلان احتلال مباشر لسوريا. نحن من أبناء محافظة حمص وأريافها اليوم نجتمع في معرض مصريين، مشاركة كبيرة الحمد لله، والمظاهرات منظمة، ونسعى إن شاء الله لمواصلة المظاهرات حتى نيل الحقوق الكاملة بإذن الله، والتحول الكبير الذي سوف يقود إن شاء الله إلى الحرية الكاملة لكل سوريا. تحياتي لكل أهالي المعتقلين، ونتمنى المعتقلين الله يفرج عنهم. المعتقلين بالصوت العالي تنده معتقلين طالق ذو